من أجمل وأصعب مراحل العمر هي مرحلة الشباب، ما بين نظارة الشباب أو طاقة دفعة حتى يدور العالم، وما بين تخبط وسقوط وفشل ونجاح وأهداف وطموح وتناقضات. كل ذلك يدفع الناضجين حتى يقولوا عن الشاب طائش، وقد يرى هو نفسه هكذا وكأنه في متاهة ويبحث عن مخرج. ولكن هل حقا هو كذلك؟ وهل جميع الشباب هكذا؟ أم أن هناك من يغير هذه النظرية؟ يلا أستاذ علاء نبلش تصوير. لحظة بس خل أكمل هذا المنشور. شنو جدا تكتب؟ أساسا من تبدأ تفهم وتفكر وتدرك الأمور تبدأ تكتب حياتك كلها، تكتب لكن كل واحد يكتب شيء، تكتب اللي تختاره. زين إذا اختارت شيء واكتشفت أن اختياري خطأ؟ بعض الأحيان تكتب وتخطأ وتعالج الخطأ بخطأ، وبعد قليل تجد أن الورقة البيضاء صارت ملطخة، تخلص منها وبدأ من جديد. يعني لا تيأس، الحياة تجارب ودروس، فلا تتوقف عند نقطة فاشلة أو تفني عمرك الثمين اللي وهب الله سبحانه وتعالى إليك. تقدم. طبعا أنت سألتني شنو دا تكتب؟ دا أكتب عن شاب عجيب، شاب لا نبي ولا إمام ولكن يشبه الأنبياء، علي الأكبر. يعني هسه أنت ربطت المنشور بالحلقة اللي راح نصورها. علي الأكبر الشاب اللي كان يشبه أفضل خلق الله تعالى النبي محمد صلى الله عليه وآله. اختلف رواة التاريخ هل علي الأكبر هو فعلاً الابن الأكبر للإمام الحسين عليه السلام، أم أنه الإمام زين العابدين هو الأكبر أو لقب فقط هذا. أما بالنسبة إلى أمه فهي السيدة ليلى. كانت السيدة ليلى من بيت هو أشهر بيوت الطائف بالجزيرة العربية، وهو بيت عروة الثقفي. والدها أبو مرة بن عروة الثقفي كبير الطائف، وأما جدها عروة بن مسعود الثقفي كان زعيم الطائف. وبالتالي علي الأكبر من الآباء بني هاشم سادة العرب، ومن الأمهات بني ثقيف سادة الطائف. ولكن علي الأكبر عليه السلام ما انغر بحسبه ونسبه، وما سعى إلا أنه يتشبه بجد المختار المصطفى محمد صلى الله عليه وآله. هذا أيضا هدف عظيم، بل أعظم هدف أنه تسعى له لحتى تشبه ولي من أولياء الله في كل حركاتك وسكناتك. علي الأكبر أصبح يشبه الرسول. من صغره كان علي الأكبر عليه السلام جميل جدا، حتى يقال أنه الإمام كان يضع برقع على وجهه من شدة جماله الشبيه بجمال جد المختار، وكان يشبه أيضا خلقا وخلقا ومنطقا، يعني بأخلاقه منطقة، مثل ما صرح الإمام الحسين عليه السلام بذلك وقال يوم عاشوراء: اللهم اشهد على هؤلاء القوم فقد برز إليهم غلام أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولك محمد صلى الله عليه وآله، وكنا إذا اشتقنا إلى وجه رسولك نظرنا إليه. شلون يمكن الواحد يشبه بالرسول لهذه الدرجة؟ كثرة الاطلاع على أحاديث أهل البيت عليهم السلام وتطبيقها حرفياً والتطبع عليها تصبح شبيه به. هذا الشاب ما خضع للطيش، وما سقطت الفتن والشبهات والمغريات، وما زحزح إيمانه بشيء، حتى يقال أن عمر بن سعد أراد أن يغريه بالأمان، قال: إن لك رحم مع يزيد، اترك أباك ولك ما تريد. والدة السيدة ليلى اللي هي ميمونة بنت أبي سفيان، فحاولوا إبعاده عن أبي بشتى الطرق، ما ترك الإمام الحسين عليه السلام ولا دينه ولا معتقده، بالوقت اللي بعض الشباب من أجل الرفاهية والعيش والرغبات يترك مبادئه. هذا شاب وهذا شاب، لكن الفرق باطن هذا الشاب نور وباطن هذا الشاب ظلمة. كان علي الأكبر عليه السلام واعي جدا، صاحب بصيرة وفهم، وعندما يقول للإمام: يا أبتي ألسنا على الحق؟ يقول الإمام الحسين عليه السلام: بلى والذي إليه مرجع العباد. فقال: إذا لا نبالي أن نموت محقين. أنا سامع أنه هو أول من برز من الهاشميين. أي صحيح، الإمام الحسين عليه السلام كأنه أراد أن يقول لله سبحانه وتعالى: انظر يا إلهي، أنا أقدم لك أول واحد منهم شهيد، وهو ولدي وعزيز قلبي وشبيه نبيك. هكذا يكون القربان، أن تعطي أفضل ما عندك. قتل الشجاع علي الأكبر، ووقف الإمام الحسين عليه السلام عند جسده الطاهر وقال كلمة لم يقلها لأحد: على الدنيا بعدك العفا. هل يمكن أن يصل الإنسان إلى مرتبة يقول عنه المعصوم: على الدنيا بعدك العفا؟